شوف، انا شاركت في دربيات كثيره للهلال والنصر، وشاركت في مباريات اهم من مباراه هذه. يعني دائما الهلال والنصر تنافس كبير، يعني داخل الملعب وخارج الملعب، ولكن دائم. يعني طوال تاريخ الرياضه السعوديه، مو بالهلال والنصر، الرياضه السعوديه بشكل عام طوال، دائما المشجع السعودي دائما مشجع مثالي. ما في ولا مباراه طوال تاريخ يعني خرجت عن السيطره او اصبحت احداثها أحداث مؤسفة. ربما في بعض الألفاظ اللي يعني تحسب على أشخاص معينين، ولكن كأحداث خارج عن المألوف أو أنها عن إطار كرة القدم أو عن التنافس، ما عمرنا شاهدنا والله الحمد. وهذا يدل على أن دائما المشجع السعودي، أنا ما أبغى أحدد، ولكن المشجع السعودي بشكل عام هو يعي دائما أنه يعني كرة القدم ما هي الرابط. احنا رابطنا اكبر، احنا رابط ديني اكبر من اي رابطنا هي. رابط وطني. نعم. يعني انت اليوم هذه الامور هي اهم اعتبارات قبل ما يكون هلال ونصر. يعني اليوم انا اعز اصدقائي واقربائي كلهم نصراويين، يعني خلاص يعني تنتهي الموضوع، هي مباراه كره قدم. الظروف العامه، الوضع، الفريقين وصل الى المرحله هذه فقط لا غير. يعني هل ان احنا يعني نشاهد ما حدث مثلا في الارجنتين، بوكا جونيورز وريفر بليت؟ يعني وصلت احداث مؤسفه، يعني اعطت يعني جوانب سلميه عن مجتمع كامل، مو عن فريقين. يعني انقلت كره القدم الى حقيقه الى منحى اخر. ولكن ولله الحمد احنا مجتمع مسلم، جماهير واعيه، رياضيين حقيقه راقين. وان يعني صار يعني زي ما قال الاخ فهد انهم يعني بعض الاعلاميين هو يمثل نفسه، ما اعتقد انه بياثر في يعني خلينا نقول 95% من العقلاء ما ياثر فيهم. يعني الناس بيجون يحضرون ويشجعون ويتابعون فريقهم. فاحنا مباراه الغد مباراه نبغى نستمتع بكل تفاصيلها، وانا متاكد انها بتكون ممتعه، حضور جماهيري بيكون كبير. تنافس اليوم الجمهور اصبح ينافس اللاعبين. جماليات اللي تشوفها في المدرج ترى مو يعني عمل عشوائي، يعني الله يعطيهم العافيه المجلس الجمهور الفريقين يقومون بعمل جبار، تنظيم وشغل من فتره وشغل طويل، والملعب يجون قبل المباراه بيومين ثلاث ايام، معهم مجموعه، وكلهم على فكره غالبيتهم متطوعين ترى. نعم. يعني ما هم متفرغين عشان نقول والله هذا عملك ولازم، لا، متطوع يحب هالنادي ويبغى يقدم له. فانا اقول لهم تشكرون على جهودكم الكبيره، وتشهدون وتشكرون على دعمكم وتوعيتكم للجماهير، لانهم هم الاصوات اللي، لان اليوم مش المشاكل في اغلب الانديه الدول اللي حولنا، يعني بعضهم من الالتراس لما يخرج عن نطاق كره القدم والرياضه يصبح فوضى. لا. ولكن ولا احنا يعني رياضيين بشكل عام، انا ما اتكلم على الجمهور الرياضي بشكل عام، جمهور واعي، جمهور عاقل، جمهور يعي ما يقدم وما يعني يشاهده، يشجع فريقه بتعصب، يشجع فريقه بقوه بكل شيء، ولكن لا يتعدى على الاخرين. وهذه ولله الحمد سمه بارزه على مجتمعنا الرياضي. ولله الحمد تعتبر يعني من المسلمات اللي دائما احنا نؤمن ونتقل. فاقول شكرا للاخوان حقيقه فهد والاخ محمد على حضورهم وعلى توعيتهم وعلى حماسهم. احنا متاكدين مباراه الغد ان شاء الله بتكون ممتعه لكم.